من روسيا مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور مسلم شعيتو الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي. دكتور مسلم أهلا ومرحبا بك على شاشتنا. بداية يعني هناك تخوف. أهلا وسهلا. أهلا بك. هناك تخوف من الرئيس التركي من عمليات نزوح من محافظة إدلب الخاضعة لاتفاق خفض التصعيد. برأيكم ما هي خلفية هذا التخوف يعني؟ مساء الخير لك ومشاهدينك. يعني بك. أتى الوقت الذي ستتجرع به تركيا كأسا ما فعلته في سوريا من دعمها لكل هذه المنظمات ومن تبنيها وتكون رأس حربة في إشعال الحرب الأهلية في سوريا. بعد تراجع تركيا عن كل هذه المخططات ونتيجة لفشلها، عليها أن تتحمل مباشرة نتائج أعمال هذه التركيبات والتنظيمات السياسية الإرهابية منها أو المسلحة في منطقة شمال سوريا وتحديدا في منطقة إدلب. لتركيا القدرة الكبيرة على التعاطي مع هذه المنظمات انطلاقا من الحوار معها وانطلاقا من العلاقة المباشرة، حيث أنها تمول وتجهز وتدرب وتمرر عبر الأراضي التركية. إذن لتركيا القدرة على خنق أو بالأحرى لجم هذه المنظمات من أن تقوم بأعمال واسعة على نطاق واسع. ولكن التخوف من الهجرة المواطنين من هناك هذا ليس مشروعا أبدا، وهذه دلائل كثيرة على أن في كل المناطق التي خرجت منها التنظيمات المسلحة الإرهابية أو المعتدلة لم تخرج الكتل والمواطنين من هذه المنطقة أبدا، بالعكس خرج جزء قليل من هذه من السكان. وأعتقد أن السكان الأساسيين سيبقون في مناطقهم أو يعودون إلى المناطق التي حررها الجيش الشرعي السوري. إذن التبريرات أو أحرى الهواجس التركية ليست مقبولة تماما. نعم. إنما الواضح تمام أن تركيا تسعى من أجل اكتسابات سياسية نتيجة لما واجب عليها أن تقوم فيه في منطقة إدلب بالتخلص من هذه المنظمات. طب أردوغان يعني يتحدث عن مناقشات مع الروس والإيرانيين حيال يعني مستقبل أو مدينة إدلب، برأيكم إلى أين تتجه هذه المناقشات أيضا في ظل وضع متردي في المدينة في ظل وجود النصرة؟ هو يطمح لأن يتواجد في إدلب كما تواجد في عفرين، هو قالها علانية صراحة. نعم يطمح إلى تثبيت ذلك عبر علاقاته مع روسيا وإيران، ولكن أعتقد أنه لن ينجح بذلك لأن الموقف الروسي هو موقف ثابت بأن كل التنظيمات والدول الموجودة في سوريا يجب أن تخرج منها وتفسح المجال للشعب السوري مع النظام الشرعي في حوار ينتج حلا سياسيا. إذن على تركيا أن تقوم بما تعهدت به في أستانا، هي التخلص من هذه المنظمات ومن ثم مغادرة الأراضي السورية. نعم هناك هواجس تطرحها تركيا، ولكن هذه الهواجس موجودة عن كل الأطراف السورية، خاصة عن المكون الكردي وهو المكون الأساسي الذي يتخوف من التواجد التركي الدائم في أراضي سوريا أو بالأحرى من مشاريعه بتقسيم المنطقة وإبعاد المكون الكردي عن الحل في سوريا. طب دكتور مسلم، يعني عندما يتحدث أردوغان بأنه يسعى لتحقيق في إدلب ما حققه في عفرين، قد يسأل سائل يعني وما الذي حققه الأتراك في عفرين؟ منظمة هيومن رايتس منذ 3 أيام وثقت عملية مصادرة الممتلكات الخاصة للمدنيين فضلا عن عمليات التهجير لأغلب المدنيين التي شاهدها الجميع. نعم هذا ليس فقط منظمات الإنسانية الدولية هيومن رايتس التي مشكوك بأمرها أيضا، لكن هناك منظمات كثيرة ومنها روسية ومنها أيضا سورية تتهم النظام التركي بأنه قام بأعمال تخالف كل القانون الدولي والقوانين والأعراف والقيم الموجودة في المنطقة، بالإضافة إلى أنه يعتقد أن تواجده سيكون لفترة طويلة في شمال سوريا. هذا ما يطمح إليه أردوغان، ومن ذلك يحاول تضخيم المشاكل التي قد تحدث نتيجة لتخلصه من منظمات إرهابية ويحيلها مباشرة على اللاجئين الذين سيهدد بهم أوروبا لاحقا كما فعلها سابقا. طب استفسار أخير دكتور مسلم، برأيكم السيناريو المتوقع لإدلب ما هو؟ السيناريو أعتقد أن تركيا لها القدرة الكبيرة على التخلص من هذه المنظمات من خلال الحوار معها لأنها ترتبط بعلاقة جيدة. يعني عبر تفكيكها دكتور؟ يعني يمكن عبر تفكيكها؟ نعم طبيعي. لا تستطيع تركيا أن تواجه عسكريا أو لا ترغب بمواجهة عسكريا كل هذه المنظمات، قد يمتنع أحد أو أطراف معينة، لكن بشكل عام تركيا تستطيع أن تتخلص وتحل هذه المنظمات وتعيدهم إلى حيث كانوا.
نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور مسلم شعيتو الخبير في الشأن الروسي ورئيس المركز الثقافي الروسي العربي، حدثنا من روسيا.